ريجيم دايت تحدي الأبد الدائم، لكن يبدو أن كثيرين يخطئون الطريق. طبعاً يلجأ عدد كبير من الأشخاص لاتباع عادات غذائية محددة لخسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، لكن هذه العادات ليست دائماً مستندة لمعلومات صحيحة مثبتة علمياً. بالفعل نادين، مثل ممارسة الرياضة على معدة فارغة وإغفال إحدى وجبات الطعام، مما يجعلهم في أخطاء تؤدي لفشل رحلة التنحيف. يظن البعض أن خسارة الوزن أمر لا يحتاج معلومات كثيرة، وهو ما يؤدي لانتشار شائعات ومغالطات. عادة ما يقال عن وجبة الفطور أنها أهم وجبة في اليوم، ولكن كل الوجبات مهمة، والأهم هي نوعية الطعام الذي تتناوله. تعد ممارسة الرياضة والتمرينات محوراً أساسياً من نمط الحياة الصحي، ولكن هذا النمط لن يستقيم إذا كنت تتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية وقليلة التغذية. فكرة أن جسمك لن يكون لديه الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية إذا أكلت قبل النوم بقليل خطأ، حيث أن أجسادنا تحرق الدهون على مدار 24 ساعة. ولا يحتوي الماء بمفرده على خصائص إنقاص الوزن، لكنه قد يساعد بعض الأشخاص الذين يفرطون في شرب المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية. عادة ما يقول الناس أن الكربوهيدرات تسبب السمنة وزيادة الوزن، لكن هناك أنواع مختلفة من الكربوهيدرات، وهي الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، وليست كلها بنفس التأثير. سألنا الشارع ما هي أغرب طريقة سمعت عنها لخسارة الوزن، لنتابع. على العنب، بتاكلي عنب 3 أيام؟ قال على العنب بس، ما بتاكلي إلا عنب. الأكل مع البيبسي، واحد صعب قال لي اشرب بيبسي مع الأكل هتخس، ولا أي حاجة خالص. أنا سمعت عن الكيتو انه اتاكلي كميه فات كتير كبيره وبنفس الوقت عم تنقص وزنها بعجله زي اللي انا راكبها دي، وده اللي انا عملته بالفعل. انا بالفعل انا بركب عجله اولا علشان صحتي، وفي نفس الوقت عشان وزني يقل. انه بلاقي زيت الشبك بنحف وشوفه غريب، انه الانسان بيقدر ياكل قدام المرايه، هيدي بتنزل من الوزن كمان. الانسان يفكر اذا ما اكل حيضعف، هو حيضعف اول فتره يمكن ينقص شويه، بس هذا الشيء مأذي كتير لإله. وللمزيد إذن تعود وتنضم لنا في الاستوديو خبيرة التغذية ريتا عون. يسعد صباحك يا ريتا. صباح الخير. طيب ريتا، هناك الكثير من النصائح، هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة بخصوص تقليل الوزن. ما هي أبرز هذه المعتقدات والنصائح التي لا يجب سماعها؟ في عنا كثير مس أندرستاندينج بالهيدا أو مس كونسبشن، فينا نقول لهم من أبرزهم هو إنه تعو ما ناكل، ما بناكل كل نهار، أو منقفل الوجبات تبعنا بنهار هيك بنضعف أسرع، او كمان مثلا طعم ما ناكل بالمره نشويات لان النشويات هن اللي بينصحوا. بس الدهون وبروتيين هن كتير منيح، النشويات بتنصح. بس شو كمان عنا طعم ناكل بطيخ كل نهار او ناكل لبن كل نهار وبنضعف، انه اكيد رح نضعف اذا ما عم ناكل كالوريز رح نضعف، او ما نتعشى مثلا بالليل. ما نتعشى بالليل بنضعف. هودي مس كونسبشن، يعني مش مزبوطين. يعني هو العالم بتفكر انه مزبوطه وبتمشي عليهم العالم لحالها، بس هن لا. طب أنا ليش يا ريت، يعني المعروف انه الكربوهيدرات والنشويات الخبز والرز وما الى ذلك بنصحوا، يعني اوكي لو بطلناهم يمكن ننحف، غلط؟ هو الفكره انه النشويات اول شيء مش كلها مثل بعضها. في عنا نحن نوعين نشويات، الوحده الكومبلكس او اللي هي المعقده، والبسيطه اللي هي السيمبل كاربس. يعني في عنا نحن الكواليتي اوف كاربوهيدرات بتختلف. في عنا المعقده هن المفيدين اللي هن جسمنا بيستفيد منهم، مثل الشوفان، الرز الاسمر، البطاطا، هدول حتى قيمه الخبز الكامل القمح، هدول النشويات المعقده. النشويات البسيطه اللي هن سكر سريع، اللي من السكر الابيض او كل شيء مثل الدوناتس وهيك، السكر اللي بقلبهم الشوكليت، كل هول السكر اللي بقلبهم. The idea is يعني مش نلغيهم، يعني نعوضهم بالخيار. بس انا افهم بهي النقطه شغله ريتا،
هل المسألة صارت اليوم بحجم الوجبة مش نوعية الوجبة؟ رح أقول لك شو هو في عندي قصة الكوانتيتي والكواليتي. إذا واحد عم بيقول لي أنا وقت أوقف أكل نشويات بضعف، طيب أنا ما ذنبي إذا أنت بكون عم تاكل نص كيلو رز بنهار وبطلت توقف. يعني هو الخبز بحد ذاته ما بنصح، بس إذا هو عم بيأكل أكتر من ما هو هاي أخبار حلوة على الصبح ريتا. بس لحظة تنتفق أنه إذا الواحد عم يأكل أكتر من على البريكفاست بعدين رح تروح تاكل هلا كل الخبز؟ لا، هو يعني إذا الواحد عم يأكل أكتر ما هو جسمه بحاجة رح ينصح. بس إذا أنا بحق لي أكل واحد ربطة هيدا رغيف رغيف خبز بنهار صغير، ساعتها ما بيأثر إذا أنا أكلت هالرغيف الخبز. بس المشكلة بالإنسان ما بيقدر يضبط حاله، بيأكل خبز وبطاطا ورز وبيقول لي يعني بنصح إيش شو بدي أعمل، ما حق على النشويات. ريتا الدراسات تقول إنه واحد ليتحكم في الوزن ويتحكم في السعرات الحرارية لازم يوزعها على ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين. يعني الواحد اللي تكون عنده شهية مفتوحة كيف يعرف قديش الكمية اللي لازم يأكلها في النهار؟ هلأ الكمية اللي لازم الواحد يأكلها بالنهار تختلف من الشخص للتاني. يعني يمكن حضرتك يكون بحق لك تاكلي كوانتيتي معينة من الكالوريز، واحد تاني أو شاب تاني أو حدا عم بيعمل أكتيفيتي أكتر يكون بحق له يأكل أكتر كالوريز. فديبنز على كل شخص. بس تقريبا يعني إذا حسبي عم نحكي أنه 1500 سعرة حرارية لازم نأكل بالنهار، اوكي 1500 ل 2000. اذا نحن عم نتخطى نحن قد ايه عم ناكل بنهار، اوكي ساعتها هون رح ننصح. سريعا ريتا، دائما كثير باكدوا على اهميه وجبه الافطار، بس انا يعني من تجربه شخصيه بحس وجبه الافطار هي اللي بتفتح لي شهيتي لكل النهار. يعني مد الجسم الطاقه يا نادين. اي هو لانه بتعطيك طاقه عن جد. بالعكس بس بتصيري حابه تاكلي اكثر واكثر. لا بتعرفي شو لازم تتعود عليها وبتعرفي تقسمي ساعتها، بتعرفي شو عم تاكلي كمان على البريكفاست. يعني اذا وجبه الفطور كانت تبعكي غلط فيها سكر وهيك بتفتح لك شهيتك لكل النهار. بس اذا عم تعرفي تاكليها مزبوط وعم بتقسمي اكلك خلال النهار على ترويقه غدا عشاء مع سناكس، هيدا اتس ذا بيرفكت يعني دايت بلان واحد يعمله، ما يكون عم بيقفي وجبه معينه. ما تعتلها متروق الشيء هيلثي وما بقى رح تفتح لك شهيتك بالنهار. روق منيحه الترويقه. شكرا جزيلا على هذه النصائح، كنت معنا هنا في الاستوديو خبيره التغذيه ريتا عون. شكرا جزيلا. ثانك يو.